Bienvenue dans ma chaîne أم المطبخ. اليوم البنات إن شاء الله بركف لفيديو هادي نلقاكم كاع بخير وعلى خير. ديراكتومون بلا ما نطول عليكم حبيت نشارك معكم لفيديو هادي تاع حبيت نحي شوية الخيوط هادو. نحبيت ندير معكم لصالات هادي تاع الفلفل اللي بنينة ومليحة وتاكلوها نيمبورت كل ماما في الصيف في ليفير في كلش بنينة. دونك ديريكتومون نروحو المقادير. لطون نسقم لا كاميرا تاعي ما حبتش تشد دقيقه برك. دونك فوالا قلت لكم نسحق لا سلطه هذه حاره. نسحق ان كونتيتي هكذا تاع المعدنوس غسلته مليح بالماء. نسحق ثلاثه هنا زوج حتى ثلاثه تاع الفلفل الحر اللي ياكل الحر. وحده تاع حلوه اللي ما ياكلش الحر ما يدير غير الحلو. واحد ضربها في سيسه تاع الثوم هكذا. اون بواني تاع الزيتون الخضر ديريه في الماء باش تنحيلو الملح. حبه تاع طوماطيش كبيره حبه تاع فلفل حمراء غوج زيت الزيتون الملح والزيت النباتيه سهله فريمون. نبدا بفلفل هذا نحيلو الزريعه نكوبيه هكذا صغير ونروحو نميكسيوه باش ما نفورسيش مليح في الميكسور نتاعي. نحي زريعة تاع الطوماطيش وتاني تاع الفلفل الاحمر ونوليو لا سويت. دونك فوالا قلت لكم تنحيو الفلفل هذه نحلوها هكذا تنحيو هذه باش تنحيو الزريعة هذه. كما قلت لكم بليزيو فوا زريعة ماشي مليحه. دونك ناخذو ونديرو هكذا نكوبيه هكذا شويه صغير باش ما قلت لكم ما نفورسيش في الميكسور. شوفوا الميكسور نتاعي عنده بلوس دو 10 عام. دونك فوالا نكوبي هكذا. دونك فوالا درت الفلفل تاعي كوبيتو درتو هناك. دوكا نجي نزيد المعدنوس هذا كيف كيف نكوبي هكذا برك على أربعة. نديرو هنايا نزيد الفصيصات تاع الثوم نزيد الزيتون تاعي قلت لكم بريفيرونس تديروه في الماء. دوكا نروح نكوبي طوماطيش تاعي تاني صغيره ونزيدوها ونميكسيو كلش. فوالا ندير لغطا لهذا نميكسيه شويه باش نزيد طوماطيش. دونك فوالا ميكسيت شويه هادو المقادير هادو ندير عليهم شويه تاع الملح. دونك ميكسيت شويه هادو. دوكا نزيد الطوماطيش لهنايا نروحو برك قلت لكم الميكسر هذا بالعقل. فوالا ندير هكذا دونك فوالا هاوليك كيفاش تجي لا تيكستور نتاعو. يلفو با يكون هكذا كيما لا بيغي. دوكا نروح ناخذ لا كوكوت نتاعي ونبدا نطيبو. دونك فوالا هنايا دوكا ناخذ لا كوكوت نتاعي ندير عليها زوج معالق تاع مغارف تاع الزيت نباتيه ونفرغ هذا الخليط نتاعنا لهنايا ونطيبو لمده واحد خمسة دقائق ونوريكم الريزلت. دونك فوالا فرغت كاع الخليط نتاعي هنايا ونطيبو. هاوليك في الاخير طابت لاصالاد نتاعي. دونك لاصوص نتاعي طابت. دوك ندير عليهم هكذا شويه تاع زيت الزيتون هكذا زوج معالق هكذا تاع زيت الزيتون. هنايا حمصت شويه تاع الخبز هاوليك درتو في الفوق. الخبز هذا درت له شويه برك تاع زيت الزيتون. دونك حب كيفاش نحب ناكلو هذا. دونك نجيب هذا لا سلطه هذه دونك نديروها هكذا ملعقه هكذا ديريه هكذا فوق الخبز تاخدي عليه ديري له شويه تاع هكذا تاع الفرماج هكذا هكذاك سخون ويدوب الفرماج هذاك. دونك نكمل كاع العمليه هذه ونوريه لكم. دونك فوالا هاوليك في الاخير كيفاش جات لي بوشي هذوك
كي ديريهم مع الخبز محمص بالفور وديروا له شويه تاع الفرماج وتدخليه الفور 2 مينوت. شوفوا كيفاش درنا بزوج حبات تاع فلفل حارين وزوج حبات تاع حلوين. ولا سينو حبيتي تاكليه ديريكتومون ما منحبو هكذا برك كنحمص الخبز هكذا في الفور وتاكليه ديريكتومون هكذا بزيت الزيتون. مام هذا تاني بنين فريمون. دونك ان شاء الله فهمتوا مليح لا فيديو هادي. ما لي نقول لكم الا على بروشين فيديو. وتاني تقدري تحتفظي بهذا في بلاصوص هذا تقدري تحفظي بها في الفريجيدير تقعد لك اون سيمين با دو بروبليم ما يصراها والو او كونترير تطلق البنه خير. دونك ما لي نقول لكم الا على بروشين فيديو. ميرسي اونفوار.